امبابي ليه عامل حالة تصادمية مع مين؟ منتخب فرنسا؟ امبابي الموضوع مع جو يعني كان مش لذيذ، مش احسن حاجه، وانك تطلع تتكلم في التلفزيون في مؤتمر صحفي وتخبط في جيرو بشكل ان هو وهيروح ريال مدريد يشتكي في اوضه اللبس. هيروح ريال مدريد ما اعرفش، حتى هو يعني مش موضح الموضوع بشكل كامل، لكن بجميع الاحوال هو اخطر لعيب في فرنسا على فكره، هو الوحيد اللي بيروح للجون، هو الوحيد اللي عنده حلول، حتى ماتش المجر الوحيد بيعدي في جوه ال 18، بيشوف على الجون اكتر واحد، بيعمل فرص كبيره جدا، بينقل الهجمه، يعني طول ما فرنسا مضغوطه في اي لحظه بتلاقي كاونتر اتاك على امبابي، فهو يعني بالنسبه لهم النجم بصراحه، هو الوحيد اللي عنده عنده الشكل الهجومي مختلف شويه اكتر من بنزيما في البطوله، انا بتكلم على البطوله، الماتشين اللي احنا شفناهم لفرنسا يعني اكتر من بنزيما، اكتر من جريزمان طبعا، ما اعرفش كومان فينا ما بيلعبش ليه، ما بيلعبش كومان خالص. ايوه انا عارف ما بيلعبش ليه، يعني مع ان مثلا ماتش المجر كان ناس كتير جدا مش في حالتها ما بيلعبش برضه، بس انا بشوف امبابي بغض النظر هو افضل لاعب في فرنسا يعني. مين اللعيبه، مين اللي يعمل الفرق مع منتخبه؟ يعني من غيره منتخبه يتاثر كتير. كريستيانو رونالدو البرتغال، هاري كين انجلترا، ليفاندوفسكي طبعا، ليفاندوفسكي في بولندا، من غيره منتخب بولندا منتخب يعتبر عادي جدا. جابوا حلو ده قوي. لا ليفاندوفسكي جامد جامد جدا، كل ما بيتقدم في العمر كل ما